خلاص ما بيصيرهم ان اكتيفيشن فبضل شغال. فلما بده يروح للتيشو بيصاروا 10 شغالات وعشر ثانيه خربانات مش مشكله. هذول 10 شغالات هم اللي بيعملوا الافكت تاعته. او انه انا بالمره بعطيهوش بالجي اي فبخليهوش يمر على الليفر فبخليهوش يمر على الفيرست باس ميتابوليزم زي السابلينجوال والبكر. حلو اقرا لي هون عشان اكون ضامنين كل جمله في التفريق. عديد من المواد بيقول لك absorbed يصير لها absorption في الجي اي تراكت فكله راح يصير ايش must go للليفر قبل ما يروح للسيستماتيك سيركيليشن. هذا الشيء اللي احنا عارفينه. لو ايش شو اهميه هذا الشيء عشان نعمل ريد للتوكسيك ماتيريال. حلو طيب هلا الميتابوليزم هذا الدراج ممكن تحول لي اياها لايش ان اكتيفيشن تمام ان اكتيفيشن او ان اكتيف فورم. فاذا كان له هاير ميتابوليزم فراح يصير له هاير ديجريديشن. يعني شو يعني كل اغلب المرض اللي راح يصل اغلب الدراج اللي بيصل للتيشو بكونوا ايش ان اكتيفيشن. فعشان اتجنب انا هاي الشغله يا اما بعطيه في السابلينج والبكر روت او بعمل له ايش انكريزنج الدوزز تمام. انكريزنج الدوزز حكينا انه في ايش في عندنا ساتوريشن للانزيم فبس يوصل الساتوريشن باقي ما راح يعملهم الاكتيفيشن. فهذول هم اللي بيصفوا اكتيف فورم في التيشو. حلو هلا راح نحكي عن ايش عن البارنترال روت تمام. هلا البارنترال روت حكينا اي شيء ما بدخل الجي اي تراكت وحكينا اربع انواع انتروفينوس انتراماسكولار سبكتانيوس والانترادرمال وحكينا شو اهميه كل واحد او شو الاشي المميز في كل واحد. حلو نجي على الانتروفينوس. اصلا انا ليش جاءت الانتروفينوس منطقه حكينا بسبب الانزيم الموجود في الجي اي او بسبب ايش الفيرست باس ميتابوليزم. هي هو مفيد للدرج اللي ما بيصير لها ابسوربشن اورالي مثل امينوغلايسايد هاي اللي احنا بنحكي عنها. غير انه في انزيم في الليفر في شو اسمه في الستومك. غير هيك المواد بتكون هايلي لايبوفوبيك او ما تسمى في الواتر سولابل سبستانسز هي بصيرها ابسوربشن في الجي اي فبضطر انا اعطيها انترافينس مباشره ادخلها شو اسمها للبلد. لانه يعني احنا حكينا انه انا بدي ادخلها للبلد مباشره اول شغله البايو افايلبيلتي بتكون لها عاليه. شغله ثانيه هي ما بتحتاج انها تصير لها ابسوربشن لانه ما بتحتاج انها تكون اصلا لايبوفيليك فلازم تكون ايش لازم تكون اي ماده لايبوفوبيك انا بضطر اعطيها انترافينس تمام. لان ما اعتقد حكينا هاي المعلومه. غير هيك انا بدي اعمل كنترول اوفر. احنا مش حكينا انه بس يدخل الجي اي بصير ابزوربشن لكميه معينه. انا هاي الكميه المعينه ما بعرفهاش. يعني صح في معادلات بتكتشفها بس مش دائما الماده اللي بصير ابزوربشن نفس المعادلات انا بستخدمها حتى اطلع كميه صار لها ابزوربشن. انا ممكن يكون في عندي مثلا الريتيشن في الاستومك مثلا كانت عندي الاسيديتي الاستومك اعلى شويه فبالتالي قللت لي الابزوربشن. هلا نحكي شو دخل الاسيديتي في الابزوربشن. هيك انا ما بعرف بدقه قديش الماء الكونسنتريشن صار له ابزوربشن ولكن في الانترافينس انا عارف اللي دخلتهم 10 جزيئات فراح يدخل البلد 10 جزيئات فيش غيرهم. انا هيك دايركت مدخلهم على البلد اصلا. طيب نحكي عن تو تايب للاي في اللي هي البلس والانفيوجن. هاي البلس منطقي انا بعطيه اياها دفعه واحده يعني بعطيه دراج خلاص في السرنج مره واحده ادخله كل دراج مره واحده وخلاص. هاي الفول اماونت اوف دراج از ديليفرد تو ذا سيستميك سيركيليشن almost immediately فبالتالي بيصل الهاي بيك لاقصى قمه له في البلازما كونسنتريشن في البدايه لما انا اعطيه الاي في خلاص مباشره كان اعطيته اياه مره واحده وصل للهاي بيك وانتهينا. لكن الفيوجن بتفرق انه انا بكون رائد مدخل الابره او السرنج في شو اسمه في الفين ماشي ورابطها مع انبوب او تيوب وهذا التيوب رابطه مع انا ايش مع الدراج نفسه فبالتالي انا بدخل الدراج مثلا كل 3 ثواني 1% مايكرو كل ثانيتين 3% او 3 مايكرو خلينا نحكي تمام. يعني انا الدراج هو مباشر داخل باستمرار عم يدخل ولكن في ايش في رنج معين في رنج ثابت انه كل 3 دقائق كل 3 ثواني يدخل 1 مايكرو مثلا
وهذا إشي ليش؟ لأنه بكون عادة بعض الدرج الهاف لايف لها قليلة جدا، يعني مباشرة بتصير بتعمل شغلها وبتطلع من الجسم، بتصير لها إليمينيشن. فبالتالي أنا ما بقدر أعتمد على الدوز الأولى، وما بقدر أعطي دوز عالي جدا لأنه كلها راح يصير لها إليمينيشن. لهيك أنا إيش بعطيها بشكل مستمر، كل 3 ثواني بعطيه مثلا حسب إذا كانت لونج لايف إله. حلو، هلا نحكي عن الديس ادفانتج للبارنترال. غير احنا حكينا انها بتعمل هيموليسيس، بتعمل ثرومبوسيس، عشان هيك انا طلعت السبكوتانيوس، برضه بتعمل لي انفازه. يعني اذا انا استخدمت سرنج اكثر من مره نفس الشخص او اكثر من مره لاشخاص مختلفين، هون انا بكون نقلت البكتيريا من شخص لشخص، فبالتالي شو بتعمل لي؟ بتزيد الريسك للانفكشن. غير هيك ممكن هذا الدواء يدخل على سراوندينج تيشو، مش بس على الفين، ممكن على سراوندينج تيشو له. وغير هيك هو نون سيلف اكسبنسيف، يعني اول شغله بحتاج انك تكون في المستشفى عشان تاخذ الابره، الشغله ثاني هو اكسبنسيف برضه غالي. نيجي على الانترا ماسكولا. هذا الانترا ماسكولا ايش حكينا عنها؟ انه شو اسمها الابزوربشن لها او البايو افايبلتي لها اقل من الاي في. وليش؟ انا حكيته في المصل بحطها، فانا بحتاج انها تصير لها ابزوربشن، فمش كل كميه الدرج راح يصير لها ابزوربشن، على خلاف الاي في انا بحطها مباشره في البلد. احنا حكينا انها نوعين، النوع الاول اللي بيكون في الاكويس سوليوشن تمام، وهذا شو اسمه ابزرب رابدلي، مش بالتقطير انا بنزل الدواء، لا مره واحده خلاص انا دخلته في المصل مره واحده بتروح على البلاد وانتهينا. لكن لما تكون ان نان اكويس سوليوشن او فيريكل تمام، اللي هو اسمه ايش ديبوت بريبريشن، هون بصلها ابزربشن سلولي. اول 3 مايكرو بطلعهن خلال ساعه، 3 مايكرو ثانيه بطلعهن خلال الساعه الثانيه، 4 مايكرو الثانيات خلال الساعتين الثانيه تمام. وهذا ايش حكينا عنه؟ بيعمل لونج هاف لايف. ايش بيعمل؟ بيعمل لونج هاف لايف. هلا ديبوت بريبريشن كونسيست اوف ايش؟ سسبنشن دراج. هذا السسبنشن دراج وين؟ في النون اكويس سوليوشن او فيركي، بحيث انه يكون شو؟ بحيث انه يكون لايبوفيليك. فبالتالي هذا اللايبوفيليك ما بقدر انا ايش ما بيروح مره واحده على البلد، لا بروح بالتدريج على البلد تمام. هي هاف بروفايد سلو ريليز اوف دوز بيكوز ويك ذس سوليوشن تمام، ممكن يقعد ايش اسابيع. نيجي على سبكوتانيوس برانترال روت، اللي هو ايش؟ عن طريق انه انا ادخله انجكشن بروفايد ابزوربشن فيو عن طريق سمبل فيوج، انا مش دخلته في سبكوتانيوس لاير تمام، راح تدخل للبلد عن طريق السمبل ديفيوجن تمام. هلا راح نشرح تحت السمبل ديفيوجن، اخذته في البيو اصلا السمبل ديفيوجن تمام. والبرضه هو ابطا من الاي في، وهذا اشي منطقي انه يكون ابطا من الاي في، لانه الاي في انا بحط دايركت، يعني الاونست للاي في اعلى لانه انا دايركت على البلد. ولكن في السبك تاني بس انا بدي ادخله على السبك تاني بس، بعدين يصير ابزوربشن للليفر للبلد، وبعدين ينتقل السيستم سيركيليشن. ادفانتج انها احنا ايش حكينا؟ بسبب عندي انا هيموليسيس او ثرومبوسيس للاي في استخدمت انا السبك تاني بس. هو سيلف ادمنستريشن. ليش هو سيلف ادمنستريشن لكن الاي في لا؟ منطقي لانه انا سبكوتانيوس خلينا كلير سهله، لكن هون بالاي في ممكن لها خلينا بروسيسنج معينه، انك تدخله مثلا عكس اتجاه الفين، الزاويه اللي بدك تستخدم فيها وكذا. فبالتالي هذا ايش البروسيسنج هاي مش اي شخص بيقدر يعملها تمام. ولكن في سبكوتانيوس عادي، ما هي لير صغيره ومعروفه ومش بحاجه لهذا الشيء كله. الديس ادفانتج تعمل لي شو؟ تعمل لي تيشو اريتيشن. تعمل لي شو؟ تيشو اريتيشن. احنا حكينا هذا الاريتيشن اللي هي حساسية وكذا، فبالتالي انا اي دواء بيعمل حساسية انا في البداية بعمله تيستينج، اذا عمل لي حساسية وكذا وصار في عندي احمرار وانتفاخ وحكة ما بقدر استخدم هذا الدواء سبكوتانيوس.
الانتراديرما نحن حكينا اهم اشي فيها الالرجيك تيست، تمام؟ هي انجكشن داخل الدرمس، تمام، الطبقة المور فاسكولار لاير، عشان هيك انا ايش بعملها الالرجيك تيست، لانه يعني انا بدي اياها تكون مور فاسكولار عشان مباشره تعملي مثلا دايليتيشن بالفين، تعملي مثلا تزيد لي الاكسترافازيشن انه الفلويد يطلع والسيلز عشان تواجه هاي الماده، لان هاي الماده الجسم تعامل معها على اساس انها ايش، اساس انها توكسيك ماتيريال او اساس انها مثلا انفكشن، فبالتالي ايش بيطلع كل الاميون سيلز وبيطلع الفلويد لبرا الفيزلز ماشي في الاكسترا سيلولار فلويد، وبتعمل تملي ايش، تملي انفلاميشن. فبالتالي انا هاي المنطقة هاي اللي فاسكولار لاير، فمباشرة بتستجيب لهاي المادة اذا كانت هاي المادة الارجيك، تمام، تحفز لي او سنسيتيفيتي للاميون سيستم، تحفز لي الاميون سيستم. الايجنت فور الارجي تيستينج ار يوز ادمنستريتد باي ذس روت، اللي هي الالرجي تيست او البريك تيست نفسه، وينجكت سمول دوز اوف دراج. هاي الطريقه انا شو بعمل، بدخل سمول دوز من هذا الدراج في الدرمس، مثلا البنسلين، لانه البنسلين له الرجي لبعض الناس، فبالتالي انا اللي بدي اتاكد اذا انه هو عنده الرجي للبنسلين بعمله بهاي الطريقه. بعدين بستنى الرياكشن اللي هو السوالوينج. مثلا اذا صار في عندي، احنا حكينا عن الانتفاخ والاحمرار والحكه، اذا حدث هذا الرياكشن ماشي، معناته البشت معه الرجي للبنسلين. حلو، نيجي على other route of drug delivery، other route of drug delivery، تمام. حكينا اول شغلة عن الانهاليشن. هلا شو فائدة انا اخذ الانهاليشن؟ بكل بساطة احنا حكينا انه انا بدخله على البرونكاي، تمام، فاذا بدخله على البرونكاي ما في فائدة ماشي اني ما في فائدة اني ادخله على البلد من الجي اي على البلد وبعدين يروح لي على البرونكاي، تمام. غير هيك السايد افكت له عالي بتكون، فبالتالي انا ايش بعطيه اورالي، بقلل بعطيه انهاليشن عن طريق البخاخ، بقلل السايد افكت وبسرع له الاونست، وما بحتاج اني ادخله للاورجان اللي ما فيش لها فايده، تمام، او انه الدرج بيشتغلش عليها. طيب نقرا المكتوب، بروفايد رابيد ديليفري اوف درج، احنا حكينا لهاي اونست حيث انها بتنجز لي الشغل بشكل اسرع عن طريق اللارج سيرفيس اريا اوف ذا ميوكس ميمبرين تاعت الريسبيراتوري سيستم، مباشره هي تدخل على الميوكس ميمبرين للريسبيراتوري سيستم، فبتصل للمصل بتعمل دايليتيشن في البرونكاي. هذا الدراج افكت بشكل رابيدلي على ايش، على اكثر من الاي في بلس، يعني هو اسرع حتى من الاي في، لانه ها له هاي ابزوربشن، تمام. وبقى حكينا عنه بنحكي توبيكال، ليش؟ انه توبيكال اصلا شو معناه، موضعي، انه انا احط الدراج على المكان الالم نفسه، على المكان الاورجان اللي بدي اشتغل فيه، وهذا اللي صار في الانهاليشن، انا دخلته مباشره على الريسبيراتوري سيستم، على الجزء اللي بدي اشتغل عليه. هيها بقول لك، لانه انا بضع الدراج على السايت اللي بدي اثر عليه دايركتلي اللي هي البرونكيول، وبقلل لي السيستميك ايش، سايد افكت، تمام. وهي يرجع بحكي انه النيزل روت برضه هو توبيكال ادمنستريشن دايركتلي للنويز، لانه مثلا يكون في عندك مثلا سداد في الجيوب الانفي وكذا، فبتاخذ انت مثلا قطره انف، هي بتشتغل مباشره على الميوكوس ميمبرين الموجود في النيزل كافيتي. طيب هذا الدراج اذا كان جازز، تمام، وبقدر انا احطه في اوروسول، شو يعني؟ داخل العبوه بتكون شو، بتكون سائل، ولكن لما انت بدك تضخها بتطلع شكل بخاخ. حلو، فبقدر هذا الاشي برضو اعطيه ايش، انهاليشن. نجي نحكي عن هذا النوع الانتراثيكال او الانترافنتريكولار، هذا نسيت انا احكي، هذا وين؟ في السباينال كورد. ليش؟ لانه انا البرين بكل بساطة عليه ايش، عليه البرين عليه ايش اسمه الفرح، البرين بارالل او البلود برين بارالل، ايش يعني؟ حاجز ما بين البلود وما بين البرين، لانه انا البرين جزء حساس في الجسم، اي خلل في البرين بيأثر لي على وظائف الاورجان كلها، فسبحان الله ربنا بده يحمي البرين، كيف بده يحمي من اي، خلينا نحكي مايكرو اورجانيزم او من اي توكسيك ماتيريال موجودة في البلود، عن طريق هذا البلود برين بارالل. طيب اللي هو البي بي بي، هلا هذا ما بيدخل غير الجلوكوز، بيدخل الاكسجين ماشي، وبطلع ثاني اكسيد الكربون، يعني بقدر يعبر منه ثاني اكسيد الكربون، تمام. وبرضه ممكن يدخل مواد الفيري لايبو فيليك،
very very lipophilic تمام، يعني مش اي دواء بيقدر يدخل البلاد برين باراري، ومش اي مايكرو اورجانيزم بيقدر يدخل. وهذا الحمايه ربنا وفرها للبرين عشان هو خلينا نحكي اهم اورجان في الجسم، اهم اورجان في ايش في الجسم. حلو، فبالتالي لما انا بدي اعطي البلاد او بدي ادخل دراج على على البرين تمام، انا بحتاج انه يكون لايبوفيليك، وهذا الاشي مش متوفر دائما في كل دراجز. فبالتالي انا لما بدي ادخله بستخدم مثلا سبينال كورد، اذا ما كانش لايبوفيليك بدخله في السبينال كورد، يعني بدخله مباشره وين على السيريبرو سبينال فلويد، كاني بخترق البلاد برين بارير وبدخله على السيريبرو سبينال فلويد، لانه الدراج هذا مثلا متوفرش لايبوفيليك وانا محتاج ادخله. اوكي، فهذا الروات بيقول لك بيستخدم انه بلاد برين بارير is delayed or prevent the absorption of the some drug هي داخل السنترال نيرفس سيستم او البرين. فبالتالي انا بدي استخدم local rapid effect are needed، بدي locally موضع دخل مباشر على على السنترال نيرفس سيستم ورابطلي سريع. فبالتالي انا ايش بعمل introducing the drug directly on the cerebrospinal fluid، مع هذا السيربروسبينال فلويد اللي هو الفلويد المحاط في البرين تمام، وفي السبينال كورد داخل البلاد برين بارير. حلو، التوبيكال احنا حكينا شو التوبيكال اللي هو الموضوعي، انا بدي احطه مباشره بابسط تعريف انه انا بدي احطه مباشره على السايد اللي بدي اشتغل عليه. شو اغلب هاي المواد اللي هي سكن ديزيز، هاي التوبيكال ابلكيشن از يوزد وين ذا لوكال افكت اوف دراج از ديزايرد تمام، لما بدي اشتغل موضعي مثل السكن ديزيز زي الكريمات زي الانتمنت. هلا الانتمنت شو تختلف عن الكريم، انها بتكون اويلي اكثر، فكانت اويلي اكثر فبتعمل لي ايش نوع من انواع الهايدريشن اللي هي ترطيب، بتقدم لي شويه ترطيب لايش للسكن، على خلاف الكريم، الكريم بيكون ووتري تمام فما بتقدم الهايدريشن بشكل كبير. هلا الترانس ديرمال، احنا حكينا الترانس ديرمال صحيح انا بدي احطها على السكن، ولكن إلها systematic effect، يعني هي achieve systematic effect by application of a drug to the skin، على الرغم من أن حاطها وين على skin عن طريق transdermal patch، إحنا حكينا يا لفافة أو ورقة أو إشي حطها على skin، فبالتالي ال blood بيصير له بيصير له absorption الإبيدرمس والدرمس وبيصل لل blood، عشان هيك حسميناها transdermal، أنها بتعبر عبر الدرمس. حلو، disadvantage انها انه هذا الاشي لازم ايش حكينا زيها زي السبلينجوال، هون مش احنا حكينا عن السبلينجوال انها لازم تكون، حكينا عن السبلينجوال انها لازم تكون very lipophilic، وهي نفس الاشي هتعبر تعبر الابيدرمس والدرمس والمصل وتصل للبلود فيزل، ماشي مش شرط تعبر المصل ولكن تصل للبلود فيزل، تحتاج ايش تكون لايبوفيليك بشكل كبير. فهذا اشي بيعتمد على الفيزيكال كاركترستيك للسكن نفسه، هل هذا السكن سكن نورمال سكن ولا في شويه تهيجات ولا في شويه تقرحات تمام. وبرضه تعتمد على ايش على ليبيد سلوبيليتي للدراج تمام، انه يعني لازم يكون فيري لايبوفيليك. نجي على اخر نوع قبل ما ندخل على الابسوربشن تمام، اللي هي الريكتال. هلا الريكتال اللي هي ايش احنا حكينا ممكن تكون موضعيه، خلينا نحكي بتشتغل على الرينال سيستم او الريبرودكتيف سيستم، ممكن تكون ايش انها بتشتغل لا سيستماتيك افكت، ولكن انا ليش بستخدمها انها ما بتمر على الاستمك، فما بتمر على الجي اي هارشينج انفايرمنت، وغير هيك برضه بتكون ايش بتكون الفاست فاست ميتابوليزم لها ايش مينيمايزد ماشي، وبرضه بتمنع الدستركشن في ايش في الجي اي انفايرمنت، انه حكينا احنا ما بتمر على ايش ما بتمر على الاستمك مباشره من الانتستين سلا ابزوربشن. ايوه، وليش اكثر ايش انا بستخدمها للبيشنت اللي معهم فيموتينج او اللي هم غايبين عن الوعي انكونسيكوانس تمام او الانكونسيكوانس. المهم فوميتينج، تخيل هو انسان معاه فوميتينج وانا بعطيه الدواء وهو بيصير له بيعمل له فوميتينج، رجع بعطيه الدواء رجع بيعمل له فوميتينج، فما استفدتش انا من الدواء، فعشان هيك انا بعطيه ايش ركتل. ليش تعطيه ركتل؟ لانه خلاص هو ما بيمر اصلا على الاستومك من الانتستين سلو ابزوربشن، فاذا حتى عمل فوميتينج ما رح يطلع هذا الدراج. حلو، ولكن ديس ادفانتج له انه بيعمل اراتيك
تمام. الابزوربشن له اراتيك مش معروف او انكمبليت زيها زي موضوع الاورالي. الشغل الثاني اللي بيعمل اريتيشن للريكتال ميكوزا. هلا اللي يصب ميكوزا ليش بيعمل اريتيشن للسكن؟ لانه هو ملاصق له بشكل اساسي، وهي برضو لانها ملاصقه للميوكوزا، الميوكوزا بتاعت الريكتس تمام، فايش بتعمل لي اريتيشن فيها زي حساسيه وكذا. هلا احنا هيك تقريبا خلصنا اول جزئيه من اول جزئيه من المحاضره تمام. ظهرت الجزئيه الثانيه تاعت الابسوربشن اللي هي الفارماكوكاينتيك بشكل اساسي تمام. هلا انا حكيت انه احنا نشرحها على اول شرح خارجي، بعدين نشرحها على الكتاب، بعدين بنيجي ايش نشرحها على التفريغ عشان يكون كررنا المعلومات قدر الامكان بحيث ايش تطلع فاهم وحافظ ان شاء الله تمام. هو ما ضلش اصلا شيء من التفريغ. هلا نيجي على الابسوربشن. نحن حكينا الثلاث اشياء تاعات الفارماكوكاينتيك هم ايش؟ الابسوربشن، الديستريبيوشن، الله المهم، والميتابوليزم، واخر شغله اللي هي الايش؟ الاليمينيشن. حلو. هلا نحن نحكي عن اول جزئيه منها عن الابسوربشن. هلا الابسوربشن فيها ثلاث اشياء، راح نحكي عن الديفينيشن الها، راح نحكي عن الميكانيزم اللي بتعمل فيها الابسوربشن، الشغله الثالثه راح نحكي عنها اللي هي الفاكتورز اللي بتاثر على الابسوربشن. هلا الفاكتورز راح تكون نصها هلا، او راح ناخذ فاكتور واحد باقي ما تبقى في المحاضره الجايه ان شاء الله تمام. اذا خلينا نشوف هلا اول شغله الديفينيشن للابسوربشن. شو يعني الابسوربشن بشكل عام؟ هلا وين الدرج بيكون؟ الدرج بيكون سواء كان في الجي اي، سواء كان مثلا حطيناه سبلينجوال بده يصير له ابسوربشن، حطيناه مثلا انترا ماسكولار بده يصير له ابسوربشن، يعني من السايت اللي صار فيه الادمنستريشن لحد ما يوصل للبلد، سواء كانت الجي اي، سواء كانت سبلينجوال، سواء كانت انترا ماسكولار تمام. هلا الاي في ما فيها ابسوربشن. الاي في انا دايركت حطيته في هي الروت الوحيده اللي ما فيها ابسوربشن، لانه انا دايركت اضفته وين؟ اضفته على البلد، يعني هو اني اقدر اوصل الدواء للبلد من السايت الادمنستريشن لوين؟ للبلد. وصل للبلد، هاي العمليه معناها شو؟ الابسوربشن. حلو. حلو. هلا كيف بده يوصل للبلد؟ يعني في عندي عدة طرق ليصل فيه البلد، واخذتوها في البيولوجي اللي هي اول شغله السمبل ديفيوجن. هذا خلينا نشرحه مع الرسمه اسهل. يس هون حلو. اول شغله انا عندي شو؟ فور تايب يس. انا عندي شو؟ عندي فور تايب بصير فيهم ايش؟ بصير فيهم عمليه الابسوربشن. حلو. حلو. اول شغله الباسيف ديفيوجن تمام. والباسيف ديفيوجن اهميتها او خلينا نحكي اهم شغله فيها انه لا بتحتاج لا انرجي ولا كارير، يعني بروتينات كارير بروتين. حلو. اذا الباسيف ليش انا سميته باسيف؟ لانه لا انرجي ولا كارير تمام. فاذا كان لايبوفيليك او ليبيد سولابل مباشره بيعبر عن طريق السلم برين، لانه ايش احنا حكينا هذا الجزء اللي هو اللايبوفوبيك من السلم برين، وهذا الجزء كله عباره عن ايش؟ لايبوفيليك. فبالتالي انا لما بده يعبر الدراج اغلب ما المنطقه اللي بيعبر فيها بتكون شو؟ بتكون لايبوفيليك. فاذا كان هو ليبيد سولابل عادي بيقدر يعبر من هاي المناطق،
يعني ما راح يصير في تنافر وابعاده. ولكن اذا كان water soluble ففي عندي بورز يعني ثقوب داخل السلم برين بيقدر يعبر منها، هاي اول شغله. او ممكن يكون كنل، هي كنل نفسها البور. انا شو بتفرق الكنل عن الكارير؟ انه الكنل دائما مفتوحه، يعني زي كانه هون مثلا في عندك حاجز ماشي وهون حاجز، هاي الكنل تمام دائما مفتوحه. ولكن الكارير، شوف الكارير كيف، او الترانسبورتر تكون مفتوحه بس من جهه واحده، يعني بده يدخل وبعدين تفتح بعدين يرجع يطلع منها. حلو، مش زي هاي الكنال دائما مفتوحة بيدخل وبيطلع زي ما بده. حلو حلو. وبما انه باسف يعني لا يحتاج لانرجي ولا لكارير، فهو راح يتحرك حسب الكونسنتريشن جراديانت. اكيد اخذته الفرق الكونسنتريشن بين المنطقتين بده ينتقل فيها، فهو بينتقل من المنطقة الهاي كونسنتريشن للمنطقة شو اللور كونسنتريشن. يعني مثلا نفترض انها كانت هاي كونسنتريشن وهاي اللور كونسنتريشن اللي هي السيتوسول، راح ينتقل من الاكسترا سيلولر للسيتوسول. حلو، نيجي على النوع الثاني وهي ايش، وهي الفاصلات الديفيوجن. هاي الفاصلات الديفيوجن بكل بساطة هي ما بتحتاج لإنرجي بس بتحتاج لكارير، يعني ما بدها انرجي بس بدها كارير. واحنا حكينا شو بفرق الكارير عن الكنال، انها الكنال دائما مفتوحه، ولكن الكارير بتكون شو مسكره من جهه، فهو بيدخل الملكيول بعدين تفتح هاي الكنال وبيطلع من الجهه الثانيه. حلو حلو. ولكن بما انه هو بدون انرجي فهو برضو شغال شو، شغال كونسنتريشن جراديانت من الهاي كونسنتريشن لللور كونسنتريشن. حلو، ولكن الاكتيف ترانسبورت تمام، الاكتيف ترانسبورت بده ATP، بده انرجي وبده كارير، عشان هيك انا سميته اكتيف لانه يعني بده ATP وبده كارير. هلا بما انه هو بده ATP فبالتالي راح يشتغل ايش، اجينست كونستراكشن جراديانت، يعني شو يعني عكس الكونستراكشن، مش من الهاي لللور، لا من اللور للهاي. يعني اذا كان تركيزها اقل جوا ماشي، يعني تركيزها اعلى جوا، هي شايفة اعلى، راح تنتقل من برا لجوا من اللو كونستراكشن للهاي كونستراكشن. اخر نوع وهو الاندوسايتوسيس. هلا الاندوسايتوسيس لما تكون المولكيول كبير كثير 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 ما بقدر ادخلها في كارير او في كنال او عن طريق السلم برين، يعني شوفي هاي المادة ما اكبرها ما بقدر ادخلها هون من السلم برين، او يكون مثلا في كنال حجمها، فبالتالي ايش بعمل، بدخلها في الاندوسايتوسيس. كيف؟ زي كانه السلم برين هيك بيدخل لجوا، كانه بيعمل جروف او انثناء في السلم برين نفسه، منا انثناء يعني اجى السلم برين من هون هيك وعمل انثناء تمام، ودخلت هاي الماده معه. بعدين من هون بصير في عندي كاتينج تمام، بيلتحم هذا مع بعض، هذا السلم برين برجع بيلتحم مع بعضه، وهاي بتفوت زي ايش، كفيزل او فيزيكال داخل ايش، داخل السلم. حلو، انا حجمها كبير فما قدرت ادخلها لا في الكارير هاي ولا في هاي الترانسبورتر ولا في الكنال هيك، او تدخل في السلم برين. حلو، هاي الاربع انواع اللي بيدخل فيها الدراجز. طبعا شو الدراجز اللي بيستخدم هاي النوعيه او احد انواع، حسب ايش حكينا، حسب اللايبوفيليك اللي هو اللايبوفوبيك، وحسب شو، حسب الكونسنتريشن، وحسب اللارج السايز تاعته، حسب السايز، حسب اذا انه لايبوفيليك ولا لايبوفوبيك، او حسب ايش الكونستريشن. حلو، هلا هاي الاشياء انا كنت محدد عليها بس راحت، مش مشكله حصل خير، هلا بنشوفها. هلا نحن حكينا الدرايف فورس شو، كونستريشن جراديانت، لانه هو ماشي حسب الكونستريشن جراديانت تمام تمام، من المنطقه الهاي كونستريشن لللور كونستريشن. هلا انا محدد عليه هو بس المطلوب تمام، ما فيها ايش، ما فيها كارير تمام، ولا حتى ايش، ولا حتى انرجي، ولا حتى انرجي، انا هي ماشي اصلا حسب الكونستريشن جراديانت، وهي نات ساتورابل. ايوه، شو يعني ساتورابل؟ قبل شوي احنا مش حكينا عن الانزيم اللي في الليفر، انه انا اذا زدت الدوز بقدر اتجاوز الفاست باس ميتابوليزم. ليش؟ لانه في عندنا ساتوريشن الانزيم، انه هو بقدر يشتغل على عدد وحدات من الجزيئات. وهي نفس الشيء هذا الباسف ديفيوجن بقول لك ما لها ساتوريشن،
يعني عادي بتدخل مليون جزيء ما عندهاش معنى، ما في عندها ساتوريشن. حلو تمام. واغلب الدراجز تعبر في هاي الميكانيزم، عشان هيك احنا بنركز على داق انه يكون لايبوفيليك اكثر، لانه بيسهل عمليه الابزوربشن له وبتصير اسرع. حلو. واذا كانت سولابل، ووتر سولابل زي ما حكينا فوق، تدخل عن طريق ايش؟ كانل او بولز. اذا كانت ليبت تدخل دايركتلي عن طريق ايش؟ بيولوجيكال ميمبرين. نيجي على الفاسيلات. الفاسيلات احنا حكينا بدها كارير، هيها بدها كارير بس ما بدها انرجي. تمام. يس هيها ما بدها انرجي، وهي ساتوريتد. هاي الكنال بما انها في كنال معناتها بتقدر تنقل عدد محدد من الملكيول، ما بتقدر تنقل اكثر من هيك، عشان هيك هي ساتوريتد. تمام. الشغله الثانيه كيف تنقل؟ حكينا بتعمل اندرجو كونفورميشنال تشينج. يعني كونفورميشنال تشينج على البروتينات. تمام. تغيير اي شكل فيها بيؤدي تغيير وظيفه، فبالتالي نحن هدف الاساسي من البروتينات هذا انه انا اعمل كونفورميشنال في بعض الامينو اسيد اللي داخلها. تمام. افك بعض الروابط، اكون بعض الروابط بيتغير شكلها. تمام. فتغير شكلها بتدخل لوين؟ تدخل لل بتدخل المولكيول لجوا. تمام. هي كانت لفوق فتحتها، عملت كونفورميشن تشينج، غيرت بعض الروابط في الامينو اسيد، صارت فتحتها لوين؟ لتحت. حلو. طيب نيجي على الاكتف. الاكتف حكينا بدها كارير ماشي، وبدها انرجي. هيها درافت بيضاء هيدروليسيس للايش؟ للاي تي بي، ادينوسين تراي فوسفيت. عشان هيك هي بتشتغل اجنس كونستراكشن جراديانت، يعني من اللور للهاير. هيا من اللور للايش؟ للهاي كونستريشن. طبعا هي ساتورابل زيها زي الاكتف، وحكينا زيها زي الفاسيلاتيد، وحكينا ساتورابل. الشغله الثانيه هي سيلكتيف. هاي الخاصيه ليش مميز في الاكتف ترانسبورت. هلا ليش هي سيلكتيف؟ بكل بساطه لانه مش اي مولكيول بيقدر يرتبط مع الاكتف ترانسبورت. خلينا نيجي هون مثلا. هلا هاي كيف البوكت اللي بدي اقعد فيه؟ كيف شكل البوكت اللي بدي اقعد فيها؟ زي تقريبا نص دائره، فبالتالي المولكيول بدها تدخل شو؟ نص دائره. ولكن نيجي اذا جبنا مثلا مولكيول شكله مربع، هل ممكن يدخل هون؟ لا. هاي معنى السيلكتيف، انه مثلا كل كارير بتقدر تنقل مثلا عدد محدد من ايش؟ من المولكيول. المولكيول مشابه للبوكت اللي بده يقعد فيه، او للاكتف سايت. خلينا نحكي الاكتف سايت اللي هو المكان اللي بده يرتبط فيه المولكيول. ولكن مش كل الكارير بتقدر تنقل كل المولكيول، يعني كل كارير لها مولكيول محدد فيها، سواء كان مولكيول واحد او اكثر من مولكيول. على خلاف هاي شوف الشكل تاعها كيف هيك، وكيف شكل ال نمسحها شوي هيك. هاي شكل البوكت تاعها، بس كيف شكل المولكيول طل؟ هل هما متشابهات؟ لا، فهي ما بتحتاج لايش؟ السلكتيف، معنى سلكتيفيتي. حلو. نجي على اخر نوع وهو الاندوسايتوسيس. هل الاندوسايتوسيس تنقول لي اللارج سايز؟ تنقل لي اللارج سايز ماشي، عن طريق انجلفمنت كأنها بتبتلع الدراج ماشي بالسلم برين، بعدين بتدخل لي اياه لجوا على شكل ايش؟ فيزيكل زي الفيتامين بي 12، لانه كبير كثير حجمه. فبالتالي انا ما بنقول غالب الاندوسايتوسيس. حلو. هلا هون بحكي عن الاندوسايتوسيس، مش مهم كثير. هلا خلصنا اول جزئيه من الابزوربشن، وهي ايش؟ اول جزئيتين، الديفينيشن والميكانيزم اللي بنشتغل عليها. لما نيجي نحكي عن ايش؟ عن الفاكتورز اللي بتاثر على الابزوربشن، راح نحكي عن اول فاكتور فيهن وهو الايفكت اوف بي اتش اون ذا دراج ابزوربشن. هلا عشان نفهم هذا الاشي لازم يكون في عندنا اساسيات لهذا الموضوع. تمام. فبنروح بنشرح الاساسيات وبنرجع. حلو.